تخيل إن مدينتك الهادية تتعرض فجأة لغزوة من كائنات فضائية متوحشة، وكل اللي تقدر تعمله إنك تهرب منها أو تموت بطريقة بشعة زي طلابنا الأبطال اللي عايشين في رعب بسبب الكائنات اللي بتهاجمهم وبتتغذى على دمهم، وملازم قوي بيحاول يعلمهم إزاي يحموا نفسهم. لكن هل هينجحوا ويبقوا أبطال، ولا الكائنات المتوحشة هتتمكن منهم؟ ده اللي عاوزين نعرفه في حلقتنا النهاردة. لكن قبل ما نعرفه، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس واللايك عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. بنستكمل حلقة مسلسلنا بوجود بورا وصاحبتها جوا غرفة الطوارئ، وبيكونوا خايفين من الكائنات الفضائية، وبسبب صوت انذار الطوارئ الكائنات كانت بتهجم عليهم وبيحاولوا يكسروا الازاز عشان يدخلوا ياكلوه. لكن في اللحظة دي بيوصل الملازم ليه وبيطلق النار على الكائنات وبيفجرها، ولما بيروح عشان ينقذ بورا وصاحبتها ما بيكونش واخد باله من الكائن المتوحش اللي بيهجم عليه فجأة، لكن نارة بتظهر من وراه وبتفجره. بنروح للطلاب اللي هربوا في الحلقة اللي فاتت وبنشوفهم قاعدين بياكلوا ومبسوطين، ولما بيقرروا يمشوا بيظهر قدامهم واحد من الكائنات الفضائية، لكنهم بيكونوا طايشين ومفكرين ان ده كائن لطيف، فبيضحكوا عليه وبيقربوا عشان يلمسوه ويلعبوا معاه. بس فجأة وبدون اي مقدمات الكائن المتوحش ده بيهجم على الطالب بونج وبيحاول يخلع عينه ويمص دمه، وصاحبه جيمين بيحاول ينقذه بس الكائن كان قوي ولف على رجله، فبيجري عليه بونج وبينقذه، وبعدها بيحبسه الكائن المخيف ده جوه التلاجة وبيلاحظوا انه بيتجمد وبيموت. وفي نفس الوقت كان الخوف مالي مكان تاني، وباقي الطلاب كانوا لسه مستخبيين وخايفين من الكائنات اللي بتهاجمهم، وواحد منهم بيقرر يقوم يراقب الطريق عشان يخرجوا ويروحوا لباقي المجموعة. لكن فجأة كائن من الكائنات الفضائية بيهجم على واحد من الطلاب وبينط على دماغه، وزميله بيحاول ينقذه وبيضرب نار عليه، وسويون وزميلها بيحاولوا يهربوا بس الكائن بيمسك زميلها من رقبته وبيخنقه. لكن سويون بتقفل باب العربية وبتفصل ايد الكائن عن رقبة زميلها، واول ما الكائن اتحرك عشان يهجم على طالب تاني واحد من المجموعة حبسه جوا جردل وبيحاولوا يقفلوا عليه، وبالفعل نجحوا انهم يهربوا منه ويروحوا لباقي المجموعة. وبعدها بنشوف الملازم ليه وهو جامع طلاب يودعوا استاذتهم اللي ضحت بحياتها عشان طلابها المساكين، وبيرجعوا بعدها للمدرسة وبيكونوا زعلانين ومش قادرين يتكلموا من الصدمة والحزن. واليوم قرب ينتهي والطلاب بيكونوا قاعدين في الفصل زعلانين جدا، فبيقرروا انهم يرجعوا لبيتهم وما يكملوش في التجنيد، وبيبدأوا فعلا يقوموا عشان يلموا حاجتهم. وفي اللحظة دي بيدخل الملازم ليه الفصل وبيشوف الفوضى بتاعتهم، فبيزعقلهم وبيقول لهم مفيش حد هيقدر يمشي من هنا ولازم يجهزوا نفسهم لتدريب بالليل، وبيسيبهم وبيمشي. وكلامه بيخلي الطلاب يتعصبوا جدا وبيدخلوا في حالة هلع وخوف، فبيقرروا يعملوا تصويت عشان يرجعوا لبيوتهم، لكن واحد فيهم ما بيرفعش ايده وعاوز يفضل في المدرسة ويقاتل الوحوش عشان يدخل الجامعة، وفعلته دي خلت جونكوك يتعصب ويهجم عليه ويجبره يرفع ايده. لكن أمينة الفصل بتتعصب من معاملة جونكوك لصاحبهم وبتزعله عشان يوقف تنمر عليه، لكن جونكوك بيقرب منها وبيقول لها كلام مستفز، فبتضربه على وشه بقوة وبيحاول جونكوك يرد لها الضربة، لكن واحد من الطلاب بيوقفه وبيكملوا حملة التصويت عشان يرجعوا لبيوتهم بسلام. وبعدها بنشوف الملازم ليه في مكتبه بيدرس المخطط بتاع أماكن الكائنات الفضائية عشان يحمي الطلاب، وفجأة باب مكتبه بيخبط وبيلاقي أمينة الفصل ومساعدها قدام الباب، وبيقدموا له ورقة فيها إجماع لتصويت الفصل كله عشان يرجعوا بيتهم. لكن الملازم ليه بيصدمهم وبيقول لهم إن أهليهم مش في البيت، وإن الحكومة نقلتهم لملاجئ سرية عشان يحموهم من الكائنات الفضائية، وإنهم ما بقوش طلاب دلوقتي وهم حاليا جنود رسميا بأمر من الدولة، ولازم يستعدوا للتدريبات، وبيقطع الورقة قدامهم. ولما بيرجعوا الفصل وبيقولوا الخبر ده للطلاب، جونكوك بيتعصب جدا وبيفضل يزعق، لكن مفيش قدامهم اي حل غير انهم يسمعوا الكلام. واليوم بينتهي لكن التدريبات مش بتنتهي، وبنشوف الملازم ليه وهو بيدرب الطلاب بشكل قاسي، والطلاب بيكونوا منهارين وبيعيطوا. بس فجأة أمينة الفصل بتقع على الأرض من الإرهاق، والملازم ليه بيقرب لها وبيزعق لها عشان تكمل، لكنها بتفضل تعيط وبتركع عند رجله وبتقول انها مش قادرة تكمل، ومنظرها خلى الملازم يشفق عليها ويديهم راحة ويبعت لهم أكل مع المساعد بتاعه. وفي نفس اليوم بالليل الطلاب ما كانش جاي لهم نوم وبيشكوا في كلام الملازم ليه، وبيقولوا انه قال لهم ان اهلهم مش موجودين عشان يكملوا التجنيد، وانهم لازم يروحوا بيتهم بنفسهم عشان يتأكدوا.
فبيجمعوا بعضهم وبيختاروا اللي بيتهم قريب من المدرسة عشان يتأكدوا من وجود أهليهم. وبعدها بنشوف الطالب تشول مع زمايله بيحاولوا يهربوا من المدرسة وبيطلعوا من الشباك، وواحد منهم بينط على السطح قبلهم وبيعمل نفسه جسر عشان يطلعوا على ظهره ويعديهم. وبالفعل كلهم بيعدوا وبينجحوا يهربوا من جوه المدرسة، لكن الجنود بيكونوا بيراقبوا كل مخارج المدرسة وهم مش عارفين يهربوا، فبيضطروا يزق زميلهم عشان يشتت الجنود وهم يهربوا. لكن الجنود كانوا أذكياء وعرفوا مخططهم وفضلوا يطردوهم في كل المدرسة عشان ما يهربوش، لحد ما فجأة بيظهر قدامهم الملازم ليه وبيعرف إن مجموعة الطلاب دول كانوا بيخططوا للهروب، فبيعاقب الفصل كله وبيخليهم يعملوا تدريبات شاقة ومؤلمة، وبيقول لهم إن من اللحظة دي هيعاملهم كجنود مش كطلاب، وإن اللي هيهرب فيهم هيضربوا بالرصاص. وكلامه بيرعب الطلاب جدا لدرجة إنهم ما بيقدروش يناموا من الخوف. وفي اليوم التاني بتقرر المجموعة دي يعملوا حالة شغب بين طلاب المدرسة ويقولوا لهم إن زميلهم هيون والأستاذة ماتوا بسبب الكائنات الفضائية، وكلامهم بيرعب المدرسة وبتحصل حالة فوضى كبيرة بين الطلاب، فبيقرروا يهربوا كلهم والجنود بيحاولوا يتصدوا لمحاولات الشغب دي. لكن فجأة بتقع الكرات من السماء وبترعب الطلاب، والملازم ليه بيأمر الجنود إنهم يستعدوا لأي هجوم هيحصل، وفجأة الكرات بتنفجر وبتهجم الكائنات الفضائية على طلاب المدرسة وباقي الجنود بشكل مرعب جدا. وبنشوف جونكوك وهو في حالة صدمة ومش قادر يهرب، لكن تشول بيجي وبيحاول ينقذه من الكائنات دي. وفي نفس اللحظة كانت سون بتهرب مع زميلها، وفجأة الكائن المتوحش بيمسك رجل زميلها وبيحاول ياكله، لكن سون بتضربه وبتدخل في حالة من الغضب والخوف، لكن زميلها بيوقفها وبيقول لها انه بخير والكائن مات وانهم لازم يكملوا هروب. وبيجري كل الطلاب لجوه المدرسة، لكن فجأة بيقع عليهم الجسم الكروي المرعب، فبيقوموا بسرعة ويقفلوا الأبواب عشان يمنعوا دخول الكائنات الفضائية. وبعدها الطلاب بيكونوا مستخبيين جوه فصلهم، لكن الملازم ليه بيدخل عليهم ومعاه باقي زمايلهم وبيقول لهم لازم يرجعوا لمساكنهم ويجيبوا البندقيات بتاعتهم. وبعدها بالفعل بيبدأوا يوزعوا الأسلحة على بعض ويساعدوا بعضهم وبيدخلوا في صراع من أجل البقاء، وبيركبوا كلهم في عربية إنقاذ الجنود عشان يهربوا، لكن الكائنات بتكون كترت جدا وبتهجم عليهم، ومساعد الملازم بيحاول يحمي الطلاب لحد ما يركبوا العربية، والملازم ليه كان بيشتت الكائنات. وبتبدأ العربيات تشتغل وتمشي ومساعد الملازم ليه مش بيلحقها، لكن فجأة بيلاقي العربية التانية وبيجري عليها، وواحدة من الطلاب بتقع بره العربية ورجليها بتتلوي، ولما بيحاولوا زمايلها ينقذوها ما بيعرفوش، والكائنات المتوحشة بتهجم عليها وبتاكل وشها بطريقة مرعبة جدا. فبيحاول الملازم ليه ينزل من العربية، لكن المساعد بتاعه بيوصل له وبيوقفه وبيقول له لازم نكمل طريقنا وإلا باقي الطلاب كلهم هيموتوا. وبالفعل بيكملوا وهم زعلانين على زميلتهم اللي ماتت قدام عينيهم. بنشوف بعد كده عربية الجنود بتنقل الطلاب لملاجئ سرية، لكن وهم في الطريق بيطلع لهم واحد من الكائنات المتوحشة وبيدخل العربية، فبيقتل السواق، وبسبب الهجوم ده العربية بتتقلب، والطلاب بيخافوا وبيحاولوا يموتوا الكائن ده وبالفعل خلصوا عليه، لكن للأسف سيون بتتصاب في بطنها وبتنزف بشكل قوي جدا. وبعدها بيفضلوا الطلاب قاعدين في الشارع بيحاولوا يلاقوا حل عشان يقدر يوديهم لملاجئ العلاج بتاعت الجيش، فبيقرروا يتفرقوا عن بعض ويدوروا على أي حاجة تساعدهم. وفي مكان تاني عربية الملازم ليه بتوصل لملاجئ العلاج ومعه باقي الطلاب ومساعده الخاص، ولما بينزلوا بيفضلوا يدوروا على زمايلهم، ولما بتلاحظ أمينة الفصل اختفائهم بتروح تسأل الملازم ليه عنهم، وللأسف بيكون حزين لأنه ما عندوش إجابة لسؤالها. ولما بيدخلوا الملجأ بيلاقوه مليان جثث للجنود وزمايلهم الطلاب، والمنظر بيوجع قلوبهم. وبعدها بنشوف مجموعة الطلاب قاعدين جوا مخيم الجيش وقلقانين على باقي زمايلهم المفقودين، وبيدخل عليهم الملازم ليه وبيفضلوا يسألوه عن زمايلهم وانه ليه العربية بتاعتهم ما وصلتش، ما بيعرفوش ان العربية اتقلبت وزمايلهم في خطر في مكان تاني. وبنرجع لمجموعة الطلاب الباقيين وبنشوفهم اتجمعوا تاني ومتضايقين لانهم ما لقوش اي حاجة توديهم الملجأ، لكن فجأة بيجي الطالب تشول وبيقول لهم انه لقى بيت قريب لازم يشوفوه، وبالفعل بيستعدوا كلهم وبيروحوا هناك، وواحد من الطلاب بيفكر بذكاء وبيرجع يسيب علامة عشان لو حد جه يدور عليهم. وبالفعل بيوصلوا الطلاب لبيت موجود على الطريق وبيخلوا سويون تنام على السرير وبتكون بتتألم جدا، وبسبب النزيف ارتفعت حرارتها. بيبدأوا باقي الطلاب يستكشفوا المكان أكتر ويدوروا على شنطة الإسعافات ويساعدوا سويون توقف نزيف جرحها. وفي مكان تاني بنشوف الملازم ليه وهو بيحاول يقنع القائد بتاعه إنه ياخد عربية عشان يدور على باقي الطلاب، لكن القائد بيرفض طلبه،
والملازم ليه بيتضايق جدا لكن ما بيفقدش الأمل، وبيتفق مع المساعد بتاعه انهم يشتتوا واحد من الجنود وياخدوا العربية. وبالفعل بينجح مساعد الملازم ليه وبيجيب له المفتاح، وأثناء كلامهم مع بعض واحد من الطلاب بيسمعهم وبيروح لباقي المجموعة ويقول لهم ان الملازم ليه راح يدور على زمايلهم وانه هيروح يساعده. وهنا بنشوف نارا كمان قررت تروح معاه، وبكده اتفقوا كل المجموعة يروحوا سوا ويلحقوا الملازم ليه. وأول ما الملازم ليه بيركب عربيته بيسمع أصوات غريبة، ولما بينزل بيشوف الطلاب راكبين العربية ومصممين انهم يروحوا معاه ينقذوا زمايلهم من الوحوش. وبنرجع للمجموعة التانية من الطلاب وهم قاعدين بسلام وهدوء، لكن للأسف هدوءهم انتهى بعد ثواني لما واحد من الكائنات المتوحشة هجم على زميلتهم، واضطروا يستخبوا في البيت القديم. لكن الكائن المتوحش ده كان ذكي وبيدور على أي فتحة يقدر يدخل منها البيت، وبالفعل بيدخل لهم من فتحات التهوية وبيحاول يهجم عليهم عشان يأكلهم. ولما بيحاولوا يقفلوا المكان بيظهر لهم كائن تاني من الشباك وبيحاول يدخل لهم، لكن لولا السلك اللي في الشباك كانوا هيبقوا غدا دسم للكائن المتوحش ده. وفي نفس اليوم بالليل بدأوا الطلاب يتحركوا بهدوء بعد ما عرفوا ان الوحوش دي بتيجي بسبب الأصوات العالية، فبيخرج تشولو بيحاول يدور على باقي زمايله، وفجأة بيشوف الكائن الفضائي جوه المخزن بتاع البيت، فبيحاول يمشي بهدوء عشان يتخطاه، وبيروح لزمايله وبيعرفهم ان حالة سيوم بقت خطيرة جدا والجرح بتاعها التهب ولازم ينقذوها. وبعدها بيسيبهم وبيجري عشان يدور على اي حاجة يهاجم بيها الكائن ده. وبنشوف الطالب تشول مشغول انه يدور على اي سلاح وما يعرفش ان الكائن المتوحش بيقرب منه وبيراقبه، وفجأة بيهجم عليه، لكن تشول بيكون سريع وبيطلع يجري والكائن المتوحش بيفضل يطرده، لكن تشول بيدخل بسرعة عند زمايله وبيرجعوا يقفلوا الباب مرة تانية. وبعدها واحد من الطلاب بيفكر بذكاء وبيشغل فيلم قديم على التلفزيون عشان يشتت الكائن المتوحش بسبب الصوت العالي، وساعتها يقدروا ياخدوا وقتهم عشان يهربوا من الجهة التانية. وخطتهم بتنجح وبيخرجوا كلهم، لكن فجأة ولسوء حظهم التلفزيون اشارته بتتشفر والصوت بيقطع، فالكائن بيسمع أصوات الطلاب وبيجري لمكانهم. وأول ما بيوصل الكائن عند الطلاب بيبدأ يهاجمهم عشان يأكل لحمهم وهم بيحاولوا يتفادوا هجومه عليهم، وبيروحوا بسرعة لمخزن البيت عشان يركبوا العربية اللي هتخرجهم من هنا، لكنهم ما بيبقوش عارفين يشغلوها. وفجأة بيلاحظوا ان الكائن المتوحش ده بدأ يكسر عليهم السقف عشان يدخله، وواحد من الطلاب قال لهم انهم عشان ينقذوا نفسهم لازم يسيبوا سويون ويهربوا لانها هتعطلهم، لكن جونغ سو بيقرر يضحي بنفسه وبيقول لهم انه هيشتت الوحش عشان يهربوا. فاستنونا في الحلقة الجاية عشان نعرف طريقة الهروب من الكائنات المتوحشة، وهل طلابنا هينجحوا ولا هيكون ده آخر يوم ليهم في الواجب الذي بعد المدرسة. استنونا. كانت معكم فيا، سكريبت ومونتاج بيا وإلينور من قناة هيكس موفيز. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.